لها أن تكون ساعة استجابة. الله أكبر الله أكبر. والنصر للأسرى بالروح بالدم نبديك يا أسير، بالروح بالروح بالدم نبديك يا أسير، بالروح بالدم نبديك يا أسير. ومن رفع راية ومن رفع الراية عاليا لنقول بهذا اليوم عهدا لأمهاتنا، يا أمهات الشهداء ويا هذه العائلة المناضلة، هذه العائلة التي لطالما دكت مضاجع الاحتلال، هذه الأم الصابرة. ذات يوم اتصل عليها ضابط المخابرات الصهيوني وقال لها: يا أم ناصر، لو كنت أمتلك قنبلة ذرية، لو كان بيدي الأمر لا طردت بيتك بقنبلة ذرية. قالت له أم ناصر: أنا لا أمتلك قنبلة ذرية ولا نووية، ولكنني أمتلكت 6 قنابل وأطلقتها جميعا عليكم. هذا البيت الذي بالانتفاضة الأولى كان رمزا للنضال والتضحية.